قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومميزة بالتزامن مع احتفالات الكنيستين الشرقية والغربية بعيد الصعود الإلهي على زمنين متقاربين، مع استدلال الدكتورة السمعان بالشواهد الكتابية من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد حول هذا العيد. وقد تلقى البرنامج اتصالا هاتفيا من الدكتور جلال فاخوري الذي قدم مقاربة فلسفية ما بين عيدي الميلاد والقيامة مع عيد الصعود لما لها من تمجيدا لحياة يسوع المسيح الأرضية. فإلى هناك، كان لا زالت عيد الصعود له بالزمنات أهمية كبرى، لأنه هو قمة أعياد السيدية ونهايتها وعظمها، فكان لها مكانة كبيرة في مجتمعاتنا وفي جماعة المؤمنة المسيحية قبل العنصر. إنه قبل العنصر طبعا، هو زي ما بتعرفوا في اليوم يسوع عاش معنا على الأرض بعد قيامته 40 يوم، ومن الآيات التي ذكرت في الكتاب المقدس عن موضوع الصعود يعني بالأناجيل الأربعة، في الأناجيل الأربعة في آيات الذي قال هذا وارتفع إلى السماء وهم ينظرونه ثم حجبته سحابة عن أنظارهم، وهي من أعمال الرسل، ثم اقتادهم إلى خارج المدينة إلى بيت عنيا وباركهم رافعا يديه، وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وأصعد إلى السماء. طبعا يسوع المسيح صعد من جبل الزيتون، وجبل الزيتون كان مأهول بالسكان، في عندك بيت عنيا والمناطق المحيطة لوقا، وبينما هم يحدقون إلى السماء وهو ينطلق إليها إذ رجلان قد ظهرا لهما بثياب بيض وقالا لهم أيها الجليليون لماذا تقفون ناظرين إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيعود منها مثل ما رأيتموه منطلقا إليها. وأيضا جاء في مرقس 16 ثم أن الرب بعدما كلمهم رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. وأيضا يوحنا خرجت من عند الآب، خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم وها أنا أترك العالم وأعود إلى الآب. وأيضا يوحنا 14 في بيت أبي منازل كثيرة، ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت لكم فأني ذاهب لأعد لكم مكانا. وأيضا جاءت في رسائل بولس إلى تيموتاوس الأولى، وباعتراف الجميع أن سر التقوى عظيم، الله ظهر في الجسد شهد الروح لبره، شاهدته الملائكة، بشر به بين الأمم، أؤمن به في العالم، ثم رفع في المجد. وأيضا يوحنا قال لها لا تمسكي بي فإني لم أصعد بعد إلى الآب، بل اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني سأصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فقال أيضا إنجيل يوحنا فقال لهم يسوع أنا باق معكم وقتا قليلا ثم أعود إلى الذي أرسلني. وأيضا بيوحنا الحق الحق أقول لكم إن من يؤمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها بل يعمل أعظم منها لأني ذاهب إلى أبي. فماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان قبلا، أيضا في إنجيل يوحنا وفي أعمال الرسل، وإذ رفع إلى يمين الله وأخذ من الآب الروح القدس الموعود به أفاضه علينا، وما ترونه الآن وتسمعونه هو نتيجة لذلك. كل هذه الآيات، طبعا هذه بعض الآيات التي جاءت في موضوع الصعود التي قيلت وهي نهاية حياة يسوع على الأرض 40 يوما، وكان لابد أن يسوع يقضي 40 يوما مع التلاميذ ليفرح معهم، لأنهم هم فرحون بقيامة يسوع رب بالزبط. المجد بالزبط. لأن يسوع الممجد القام من بين الأموات وانتصر على الموت، فرحوا التلاميذ انه هذا الشخص اللي صار لنا ماشيين معاه هالثلاث سنين وهو يعلم ويبشر، مش معقول انه هذا البطل يكون نهايته القبر. فكان انه قيامته انتصار لهم، انتصار على هالمسيرة اللي مشيوها مع يسوع حيث تركوا كل اشي وتبعوه تعلموا منه، ففرحوا معهم ومع مريم العذراء انه يسوع قام ممجدا من بين الأموات. فكان لابد أن يقضي معهم 40 يوما، يأكل معهم، يشرب معهم، يحدثهم، يكلمهم عن أشياء كثيرة. هذا الانتصار الكبير
تحكي لنا عنه أبونا كمان من نظرة اللاهوتية. نعم. أيضا بداية دكتورة بنسميه عيد الوداع، يعني هي آخر لقاء بالجسد بين يسوع وتلاميذه. لنقول الفاصل الزمني ما بين السماء والأرض هو عيد الصعود، يعني آخر لقاء بالجسد، وسوف يتم فيما بعد هذا الرجاء، هذا العزاء، هذا الفرح اللي حضرتك تحدثتي عنه. ما سببه؟ ما سبب هذا الرجاء العظيم عند التلاميذ؟ توصية يسوع، عزاء يسوع لهم عندما قال لهم لن أترككم يتامى، سأبعث لكم الروح القدس. فهالشجاعة اللي بنشوفها وهالفرح العظيم اللي حضرتك أعطيتي المقدمة الرائعة والشواهد الكتابية بالكتاب المقدس اللي لا لبس فيها، يعني مش إنه هيك حدث عابر بواحد من الأناجيل، لا، الأناجيل، الرسائل، الأعمال الرسل، يعني كلها أجمعت على هذا الفاصل الزمني ما بين السماء والأرض، ما بين الاستعداد للوعد الذي قطعه يسوع لهم لن أترككم يتامى. وقبل قليل سمعنا حضرتك بتحكي شواهد الكتاب، عند أبي منازل كثيرة، ولو لم يكن لقلت لكم أني ذاهب لأعد لكم مكانا. فالفكرة أنه عيد الصعود مرحلة زمنية فتحت سفر أعمال الرسل وفتحت سفر عليا الصهيون. الانطلاقة بهذه الشجاعة، بهذه القوة، لم يبقى منهم من يشكك، لم يبقى منهم من خائف. بطرس اللي كان خائف تقوى، توما اللي كان مشكك أيقن باليقين وبلمس اليدين. فيسوع ما تركهم ومشي، لا، بل أعطاهم هذا العزاء، هذا الرجاء، هذه القوة اللي إحنا اليوم قاعدين نتمتع فيها بسبب مجهود العظيم اللي قاموا فيه بسفر أعمال الرسل. هي الكنيسة الأولى، الجماعة المسيحية الأولى، اللي ما زلنا بالألفية الثالثة، داخلين على الألفية الثالثة، وكنا ما زلنا بهذا الفرح، هذا الرجاء، هذه القوة التي تعزينا بصعود يسوع، فنطلب منه بالصلاة أن أصعدنا، ارتقي فينا، ارفع مستوانا، خلي كلامنا يكون موزون، خلي ألفاظنا تكون طيبة وحلوة، اصعد فينا يعني ارتقي فينا، يعني خلي مستوانا، لأنه إحنا البشر في عنا أخطاءنا وهفواتنا وأرضياتنا وشهواتنا بتنزلنا لتحت. هاي أنا بسميها الشهوات الجاذبية نحو الأرض، زي قوة الجاذبية تبعت نيوتن. ولكن مش بس 9.9 قوة أعلى بتشدنا للأرض، ولكن صعود يسوع هو هذا اللي أعطانا الارتقاء. كل ما نظرنا إلى السماء، إلى هذا الحدث المفصلي الهام في تاريخ الكنيسة، كلما انتقلنا وصعدنا وارتقينا. نعم. سر الصعود يرتبط بالميلاد والقيامة لاكتمال هذه الشخصية وهذا الجسد المسيحي، فغير مفصول عن الميلاد ولا عن القيامة. الناحية الثانية أن الصعود يؤكد أمجاده في الأرض، أمجاد السيد المسيح في الأرض، وليربط بين الإنسان والسماء هذا الرباط اللي أسميناه الصعود، هو وجود السيد المسيح ما عاد على الأرض، عاد في السماء. بمعنى ثاني أن سر الصعود هو مرتبط بوجود الإنسان كإله صغير على الأرض، و مرتبط بالميلاد والقيامة. يعني أرجو التأكيد على الناحيتين.